بدبي مع أهم نجوم الفن والثقافة والسينما والمجتمع. تشرفت اليوم باختياري شخصية العام الإعلامية من جائزة الكويت للإبداع برعاية معالي أمين عام جامعة الدول العربية ومن تنظيم ملتقى الإعلام العربي بقيادة الصديق المبدع ماضي عبد الله الخميس. تكريم أتشرف به وأشكر كل من منحني ثقته كي أكون شخصية العام 2020. حمادي كذب. جائزة الكويت للإبداع وسعي إلى رفع معايير صناعة الإعلام في الكويت وفي العالم العربي بخلق روح تنافسية إبداعية وبالترويج للأفكار الإيجابية البناءة. لجنة تحكيم على أعلى مستوى من المهنية والخبرة والتنوع وقائمة مكرمين مبدعين أصحاب بصمة. في البداية شخصية العام من خلال هذا العام 2020 شخصية العام 2020 الإعلامية والتي يفخر الملتقى الإعلامي العربي وجائزة الكويت للإبداع بتكريمها إنه الإعلامي الكبير مصطفى الآغا. سعداء في الملتقى الإعلامي العربي أن يكون الإعلامي الكبير العربي الممتد صيته عبر الوطن العربي ككل مصطفى الآغا هو شخصية العام الإعلامية من خلال جائزة الكويت للإبداع التي تقام للعام الثامن على التوالي تحت رعاية معالي أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيث. سيدات والسادة، تظل المصداقية والمهنية والوطنية الأسلحة الأهم لدى الإعلام العربي في هذه المرحلة التي تدور فيها الحروب على الفضاء الإلكتروني بنفس القدر الذي تدور فيه في ميادين القتال. أما المصداقية فلها دائما الكلمة الأخيرة. طبعا احتفائنا واحتفالنا بشخصية بقيمة ومكانة مصطفى الأغا هو احتفاء بالإعلاميين العرب واحتفاء بكل مجتهد واصل الليل عبر النهار يقدم محتوى ويقدم مادة إعلامية جيدة. مصطفى الأغا ليس مجرد إعلامي فقط، مصطفى الأغا مؤسسة إعلامية بكل ما له من إمكانيات وطاقة وجهد وتجده متواجد في كافة نواحي ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، يقدم النصيحة ويقدم العمل الإعلامي المميز ويقدم الكلمة الطيبة. مصطفى الأغا اليوم هو نموذج للإعلامي العربي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام. نبارك للأستاذ مصطفى الأغا اختياره شخصية العام الإعلامية في ملتقى في جائزة الكويت للإبداع. اليوم بيسعدني وبيشرفني أني أقدم إعلامي من الطراز الرفيع حاور أهم مشاهير العالم العربي، قدم وجه مختلف للإعلام الرياضي ومزجه بالقضايا الاجتماعية محققاً طبعاً أحلام المئات. زميل المتألق دائماً والمحترف مصطفى الآغا. أقول دائماً وردة لإنسان وهو على قيد الحياة أفضل من باقة ورد على قبره وهو ميت، واليوم أكرم بسبب رجل غير موته حياتي، والدي الذي أهديه هذا التكريم وهو الأول لي بعد رحيله. أولاً كل الشكر حياة ملتقى الإعلام العربي لجوائز الإبداع بالكويت. من تابع الحدث وجود أسماء كبيرة أتشرف أني أكون من بينها حياة. يعني شكرا لأبو عبد الله ماضي عبد الله الخميس على الكلمات الطيبة اللي يعني يمكن أعطاني أكثر مما أستحق. شكرا لك عيسى الجوكم على تغريداتك اللي حطيتها على تويتر. احنا أبو كرم شهادتنا فيك مجروحة حقيقة بهذا الجائزة أو بهذا الفوز أو بهذه الشخصية العام، لأن أتحدث عنك لأن زي ما قلت لك شهادتنا مجروحة، ولكن أنا على الأقل شخصيا فخور بالانتماء لبرنامج صدى الملاعب، وفخور أيضا أن يعني أكون مقدم هذا البرنامج قامة وقيمة إعلامية عربية على مستوى الوطن العربي. على مدار سنوات حقيقة تشرفت
يعني بوجودي في صدى الملاعب، وإن شاء الله ما انطرد. عم بقول إنه كلامه كأنه عم بيودع. نحن سعداء فيك كمان فهد والله. أكيد أكيد، بالنسبة للتكريم لا جديد، يبقى لك حبيبي. تسلم لي والله. طبعا مثل ما قلت، أي تكريم لإنسان يعني هذا اعتراف بشكل أو بآخر أنه كان في يوم من الأيام بصمة، على الأقل مثل ما بيقولوا لا يموت الإنسان إلا عندما لا يتذكره أحد. لما ما حدا بيتذكرك ساعتها بتكون أنت انتهيت حيا أو ميتا، وإن شاء الله منضل في ذاكرتكم ولو بعد سنوات طويلة. منروح لفاصل الأخير من الإعلان.